السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلبة في فيديو جديد من شرح مادة البي. إن شاء الله في هذا الفيديو رح نقوم بحل أسئلة على بار 8 بي، واللي كان موضوعه عن filtration وdisinfection. تمام؟ طيب قبل ما نبلش بحل الأسئلة، خلينا على السريع نراجع موضوع الفلتريشن والديسنفكشن. احنا شو حكينا بالفلتريشن؟ حكينا انه الفلتريشن هي عبارة عن عملية مرور الماء من خلال طبقة حبيبية لإزالة الأيونات الذائبة أو السسبندد سوليد. وبعد ذلك يجينا حكينا انه عن الفلتر من ايش بتكون، وعن الفلتر ميديا، وقلنا انه في عندي سنجل ميديا فلتر، وعندي دول ميديا فلتر، وعندي ميكسينج ميديا فلتر. وكان عندي أحسن ميديا فلتر من ناحية انه من ناحيه الهيد لوس انه يكون قليل، ايوه، زائد من ناحيه انه عدد مرات الباك ووش يكون قليل عندي، زائد انه تعطيني فلتريشن ريت كبير، كانت الميكسينج ميديا فلتر. وبعدين بتيجي بالدرجه الثانيه الدول ميديا فلتر، واخر شيء بتيجي السنجل ميديا فلتر. تمام؟ طيب بعدين اجينا حكينا للمين ديزاين باراميترز اللي موجودات بالفلتريشن، وكان عندي اللودنج ريت اللي هو اليو عباره عن الكيو اوفر اي، وكان اليو محصور بين ال 120 وال 600 متر بير داي، ايوه، او من بين 5 ل 25 متر بير اور، عن طريق انك تقسم ال 600 على 24 ساعه، ايوه، لانه هنا في عندك داي، فعشان تحول من متر بير داي على متر بير اور بتيجي تقسم على 24، وهذا الشيء حكيناه سابقا. ايوه، بالنسبه للاريال فلتر قلنا الاريال فلتر الواحد يجب ان لا تتجاوز 100 متر مربع. ايوه، بعدين جينا حكينا على الامتي بيت كونتاكت تايم واللي هو نفسه ديتنشن تايم، واللي بيساوي الفوليوم باي كيو، الفوليوم للفلتر على الديسشارج اللي جاي لهذا الفلتر. بعدين شفنا عن موضوع الهيد لوس اللي بصير جوا الفلتر، ايوه، نتيجه انه المي بتمر من طبقه حبيبيه فهي راح تخسر جزء من طاقتها. هذا الهيد لوس كيف بدي اجيبه؟ في البدايه حكينا انه الفلو عندي دائما نوعه لامينر فلو، يعني رينولد نمبر لازم يطلع عندي اقل من واحد، تمام؟ ايوه، بالنسبه للهيد لوس كنا نجيبه عن طريق انه يا اما في عندي حاله يكون في عندي يونيفورم ميديا فلتر، فبالتالي الميديا تاعت الفلتر تكون مرتبه، ايوه، يعني تكون مرتبه، يعني مثلا بهذا الشكل، والله الصغار من تحت بعدين لفوق الأكبر حجما بعدين الأكبر وهكذا، أو تكون يونيفورم يعني عشوائية تكون الميديا للفلتر، وهذا الإشي حكيناه سابقا. تمام؟ أيوة، قلنا باليونيفورم مباشرة، يعني بشتغل على الخطوات على السريع وتطبيق مباشر، بكون عندي بجيب رينولد نمبر، بجيب الفريكشن فاكتور، بعدين بجيب الهيد لوس بشكل مباشر وتطبيق على القوانين. وحكيناها مش تنتبه للوحدات، مثلا برينولد نمبر في عندك الرو لازم تكون بوحدة الكيلوغرام على المتر مكعب، السرعة لازم تكون بوحدة المتر على السكند، وهي السرعة هي نفسها الكيو اوفر اي، تمام؟ ايوه، بالنسبه للدي الدايمتر لازم يكون بالمتر، بالنسبه للفيسكوستي لازم تكون بالكيلوغرام على المتر دوت سكند، ايوه، البروستي طبعا ما لها وحده اللي موجوده بالاف بالفريكشن فاكتور. طيب بالنسبه للهيد لوس، ايوه، لازم تكون ال الموجوده فيه واللي هي عباره عن مقدار الدبث، ايوه، للطبقه الحبيبيه عندي لازم تكون بوحده المتر، وبالنسبه للجي تسارع الجاذبيه الارضيه لازم يكون بالمتر على السكند تربيع. طيب في حاله النان يونيفورم ايش حكينا؟ حكينا في حالة ان اليونيفورم لازم اعمل جدول، عشان اعمل هذا الجدول، ايوه، لازم اعمل رينولد نمبر بدلالة الدي اطلعه، بالنسبة للفريكشن فاكتور برضه لازم اطلعه بدلالة الدي، ايوه، عشان اطلع الفريكشن فاكتور لكل القيم الدايميتر الموجودة عندي، وهذا الشيء شفناه باخر مثال حليناه على موضوع الفلتريشن، ايوه. بعدين اجينا حكينا انه بعد ما اطلع الفريكشن فاكتور لكل الدايميترات بتروح بتجيب المجموع الاكس في اف على الدي، وقلنا الاكس هي عبارة عن الماس فراكشن واللي هو عباره عن الماس ريتيند على التوتال ماس، ايوه، بالنسبه لاختبار سيف اناليسيس، وهذا الشيء حكيناه بالتفصيل في محاضره النون يونيفورم وفي محاضره حل سؤال النون يونيفورم، تمام؟ ايوه، واخر شيء بعدين بتيجي بتطبق على قانون الهيد لوس وبتطلع الهيد لوس، ماشي؟ بعدين جينا حكينا اخر شيء عن ملاحظتين مهمات وهن البرودكشن افشنسي اللي هي كفاءه الانتاج، وكان رمزها نيو، هيك كنا نرمز لها، وهي الكفاءه بتساوي الحجم الفعلي على حجم الفلتر، حيث ان الحجم الفعلي هو عباره عن حجم الفلتر ناقص حجم الباك ووش ناقص حجم الرينز ووتر، والرينز ووتر هي عباره عن المياه اللي بتم يعني او بتم خسارتها بعد عملية الباك ووش، نتيجة انه بعد عملية الباك ووش احنا بنفتح المحبس شوي عشان نكب المي اللي يعني بتكون مش صالحة، بعدين بعد ما نصرف هاي المي اللي مش صالحة بنيجي طبعا بنفتح المحبس الثاني وبنبلش نصرف بالمي الصالحة للشرب، هذا الشيء يعني فصلناه بالتفصيل. طيب بعدين جينا حكينا عن الافكتيف فلتريشن ريت ورمزنا له بالرمز ار،
تمام، واللي كان عباره عن الفوليوم للفلتر ناقص الفوليوم الباك ووش ناقص فوليوم الرينز على السايكل تايم ضرب الاريا للفلتر. ايوه، وحكينا انه السايكل تايم هو عباره عن التايم للفلتر زائد التايم لعمليه الباك ووش زائد التايم لعمليه الرينز. تمام، طيب هذا كل ما يخص بعملية الفلتريشن. بعد ذلك انتقلنا إلى عملية الديسنفكشن وهي عملية التعقيم، ومن خلال عملية التعقيم قمنا بقتل البكتيريا ومنع إعادة نموها عن طريق استخدام أحد المواد الثلاثة واللي هن يا الكلوراين، وشفنا إنه في عندي HOCl وكان عندي أقوى مادة من ناحية التعقيم ومن ناحية قتل البكتيريا. أيوة، وبعدين إجينا شفنا في عندنا الأوزون، بقدر أستخدمه كمادة معقمة، برضو الألترافايولت اللي الأشعة فوق البنفسجية، وحكينا عن مميزات وإيجابيات، مميزات وسلبيات كل واحدة من هاي المواد. تمام، بعد ذلك يجينا حكينا كيف بدي أوجد الكونسنتريشن لأفضل دوز عندي من ناحية عشان أقتل هاي البكتيريا وأمنع إعادة نموها، كيف بدي أوجد التركيز للمادة المعقمة اللازمة لقتل البكتيريا. قال لك هذا الاشي بكون بناء على كود معين أو بناء على ريدكشن أنا بدي إياه. أيوة، هذا الريدكشن مثلا لو كان عندي 3 لوج جياردية ريدكشن، احنا درسنا طبعا البكتيريا اللي من نوع الجياردية، تمام، وبالتالي لو كان عندي 3 لوج ريدكشن معناته انه لازم يكون الان نوت على الان ام، ايوه يعني الان نوت العدد الانيشالي من البكتيريا على العدد اللي بده يطلع من الديسنفكشن تانك لازم يكون بيساوي 1000. تمام، او حكينا انه الان على الان نوت بتساوي 1 على 1000، او الان على الان نوت بتساوي 1 على 1000. تمام، هذا اذا كان 3 لوج. قلنا اذا كان 2 لوج معناته بتصير 100 بدل 1000، اذا كان 1 لوج بتصير 10، اذا كان 4 لوج بتصير 10000. كان عندي الرقم اللي جنب اللوج بيدلني على عدد الاصفار. تمام، ايوه، وقلنا الشامبر اللي راح ادرسه بالنسبه للديسنفكشن يا اما بكون بلج فلو رياكتور يا اما سي اس تي ار، وهو بيحدد لي طبعا بالسؤال. اذا قال لي سي اس تي ار باجي بستخدم هاي المعادله، حيث ان ام هي عدد الشامبرز الموجوده عندي. تمام، ايوه، وبالنسبه لهاي الكي هي عباره عن الكويفيشنت اوف ليثاليتي بوحده اللتر على الملي جرام دوت تايم. تمام، وبالنسبه للان هي عباره عن الديليوشن فاكتور وماء الوحده، والسي هي عباره عن الكونسنتريشن اللي بيطلبوا مني. تمام، ايوه، وفي حاله البلج فلو رياكتور باجي بطبق على معادله البلج فلو رياكتور، باجي بحكي انه الان بتساوي الان نوت في اي قوه ماينس الكي في السي قوه ان في التايم. تمام، ايوه، وهيك يعني بنكون راجعناهم مراجعه سريعه. الان خلينا نيجي نبدا في حل الاسئله على هذا الموضوع. بحكي لك السؤال الاول: clean water is passed through a bed of uniform sand at a filtering velocity. اذا نحن نحكي عن عمليه الفلتريشن، فبحكي لك في عندي مي، ايوه، مياه نظيفه قاعده بتمر من طبقه، ايوه، طبقه منتظمه من الساند جوا الفلتر. فانا في عندي والله فلتر، هذا الفلتر يحتوي على طبقه واحده من الساند، فاذا هو عباره عن سنجل ميديا فلتر زائد انه هذا الفلتر بس فيه طبقه واحده. طيب هاي الطبقه الواحده المي بتمر منها بسرعه كم؟ 1.39 × 10^3، يعني الفي اس عندي كم بتساوي 1.39 × 10^3، ولازم تكون بوحده المتر على سكند، وهو معطيني اياها بوحده المتر على سكند، ولذلك ما بحتاج تحويلات. تمام، قال لك بعدين the sand grains، الحبيبات عندي ار 4×10^4 متر ان ديميتر، يعني قطر الحبيبات كم بيساوي 4×10^4 متر. ايوه، with a shape factor، الشيب فاكتور مقداره الفاي بتساوي 0.85، ممتاز جدا. and density، والكثافه مقدارها لمين؟ للبارتكلز عندي، ايوه، بتساوي 2650 بوحده الكيلوغرام على المتر مكعب، ممتاز. بحكي لك بعدين the depth of the bed، يعني ال مقدار الدبث، ايوه، لهي الطبقه اللي هو ال، ايوه، كم ال؟ قال لك هي عباره عن 0.65 متر. and the porosity اللي هي الان مقدارها 0.4. طيب ماشي، what is the head loss through the bed assuming، افترض انه ال G بتساوي 9.81، roll water مقدارها 1000، والفيسكوستي بتساوي 1.002 × 10^3، فاذا هو بده يدق الهيد لوس. وعندك السؤال يونيفورم، فبالتالي ما دامها يونيفورم باجي بطبق على الخطوات الثلاث تاعتها. اول شيء باجي بروح بطلع رينولد نمبر، رينولد نمبر ايش بيساوي؟ كان بيساوي الشيب فاكتور في رول ووتر في الفي اس في الديميتر على على الفيسكوستي اللي هي، تمام، ايوه، على الدايناميك فيسكوستي. طيب بالنسبه للفاي هي عباره عن 0.85، ايوه، في رول ووتر مقدارها
ألف أعطاني إياه، لا عفوا مش رول ووتر، هاي رول بارتيكل، في مقدار رول بارتيكل اللي هي 2650، أيوة، في الـ VS اللي هي السرعة 1.39 في 10 قوة سالب 3، طبعا الوحدات كلها محولة جاهزة، تمام؟ ضرب الدياميتر، الدياميتر مقداره 4 في 10 قوة سالب 4، بنعوضهم هيك على الفيسكوسيتي اللي هي 1.002 في 10 قوة سالب 3، تمام؟ وهيك انت بتقدر تطلع رينولد نمبر، ولازم يطلع معك زي ما حكينا اقل من ايش؟ اقل من واحد، مزبوط. ايوه، فبالتالي رينولد نمبر لو حسبته راح يطلع معك 0.472، وهي قيمة اقل من واحد، اذا انا بحل صح. بعد ذلك شو بروح بطلع الفريكشن فاكتور؟ باجي بحكي انه هو عبارة عن 150 ضرب 1 ناقص الاي اللي هي عبارة عن 0.4، خليني نجي نعوضها مباشرة، ايوه، على رينولد نمبر اللي هو 0.472 زائد 71، تمام؟ والاي طبعا او اللي هي الان نفسها، انا هو رمزت لها بالان، واللي هي الاي نفس الاشي، ايوه، الاي هي مقدارها 0.4، فبالتالي باجي بحكي والله الفريكشن فاكتور عندي مقداره 192.57، فهذا هو مقدار الفريكشن فاكتور. طبعا بعد ما طلعت الفريكشن فاكتور مباشره باجي بروح بطلع ايش الهيدلوس، بطبق على القانون تاع الهيدلوس، خلينا نيجي نطبق هون مثلا بهاي المساحه هون، ايوه، قانون الهيدلوس اللي كان بيساوي الفريكشن فاكتور اللي هو أي قانون، على هذا القانون رايحين نجي نطبق، تمام، ايوه، فكان مقدار هو عباره عن الفريكشن فاكتور في ال في 1 ناقص الاي، فاذا الفريكشن فاكتور اللي طلعناه 192 بدي اعوض مباشره، ايوه، 0.757 في ال 0.65، ايوه، ضرب 1 ناقص الاي، 1 ناقص 0.4، ايوه، في السرعه، السرعه تربيع اللي هي 1.39 في 10 قوه سالب 3، ولا تنسى التربيع الموجوده على السرعه، على الاي تكعيب، الاي اللي هي البوروسيتي يعني 0.4 تكعيب، تمام، في الجي اللي هي 9.81 في الفيسكوسيتي اعتقد، لا في الدايميتر، ايوه، الدايميتر اللي هو عباره عن 4 في 10 قوه سالب 4، تمام، وهيك انت بتكون طلعت الاتش، يعني لو رحت حسبت هذا الاتش راح يطلع معك قيمة الاتش مقدارها 0.578 بوحدة المتر، تمام؟ يعني تقريبا 0.60 متر، ماشي؟ ايوه، فاذا هيك بطلع الاتش، تطبيق مباشر على قوانين اليونيفورم للهيدلوس، تمام؟ طيب نيجي للسؤال الثاني، بيحكي لك السؤال الثاني عندنا CSTR reactor، فاذا احنا في عندنا completely يعني mixed reactor. طيب بحكي لك holding 50,000 جالون، فإذا الحجم جوا هذا الرياكتور مقداره 50,000 بوحدة الجالون، تمام؟ أيوة، uses ozone primary disinfectant، إذا شو بيستخدم؟ بيستخدم الأوزون كمادة معقمة، إذا إحنا قاعدين نحكي عن disinfection، which treats والذي يعالج 10 ميجا جالون، أيوة، day of water، فإذا هذا الكيوب تدخل إله كم؟ 10 ميجا يعني 10 في 10 قوة 6 جالون per day، تمام؟ طيب the ozone is bubbled into the water as it passes through the tank to reach the target of 2 log GRD reduction. لاحظ التارجت عندي هنا كم؟ هو عبارة عن 2 log، ايوه، GRD reduction، وبناء على هذا الكلام باجي بحكي له انه الـ N note على الـ NM شو بتساوي؟ بتساوي 100، تمام؟ لانه عندي 2 log، وبالتالي انا هنا عندي صفرين، لو كان 3 log بحطها 1000، بينما هنا عندي 2 لوك بحطها 100، تمام؟ طبعا هنا كم تشامبر عندي؟ تشامبر هو تشامبر واحد بس، يعني ام هنا بتساوي واحد، فعدد التشامبرز هنا واحد، ما ذكر لي اكثر من تشامبر. طيب نكمل، بقول لك given coefficient of specific lethality، معطيك الكوفيشنت اوف سبيسيفيك lethality اللي هو الكي، اللي هو عباره عن، ايوه، مقداره 2592 لتر على مليغرام دوت دي، تمام؟ and coefficient of dilution والN مقدارها واحد، ايوه، what should be the minimum ozone concentration، فاعطيني الconcentration للأوزون that should be used to achieve the required removal of giardia، فاعطيني الconcentration للأوزون اللي بحقق لي ان N note على الNM بتساوي 100. طيب بحكي له بكل بساطة والله الN note على الN، ايوه، شو بتساوي؟ طبعا هي بتساوي 100، وتساوي ايش كان القانون؟ 1 زائد كي في ثيتا، الواحد زائد كي في سي قوة ان في ثيتا، تمام؟ طيب بالنسبة للكي هي عبارة عن 2592 لتر على مليغرام دوت دي، بدي اعوض مباشرة، السي اللي انا بدي اياها، الان هي عبارة عن 1،
ايوه سي قوة ان في ايش؟ في الثيتا. طب هو انا مش معطيني هو الثيتا ديتنشن تايم، وانا ما معطيني الفوليوم والكيو، فباجي بقسم الثيتا هي عباره هنا على جنب هي عباره عن الفوليوم على الكيو، فتعال نجي هنا نعوض الفوليوم على الكيو، الفوليوم هو عباره عن 50,000 قلم تمام؟ على الكيو اللي هي 10 في 10 قوة 6 قلم على داي، وبالتالي القلم مع القلم بتروح، ايوه وبالنسبه للداي مع الداي بروحن وخلص بيجي بطلع، يعني بس عليك تعوض هذا الاشي في على الآلة الحاسبة وراح يطلع معك الكونسنتريشن بشكل مباشر، ايوه وقيمة الكونسنتريشن راح تطلع 7.64 ملي جرام بير ليتر. فهيك انت بتكون طلعت الكونسنتريشن للاوزون لإزالة هاي الجياردية بمقدار 2 لوج ريدكشن، تمام؟ يعني النوت على الان بتساوي 100، ماشي؟ طيب نيجي هسه للكويستشن رقم 3، بيحكي لك برضو المره هاي سي اس تي ار رياكتور، ايوه حجم هذا الرياكتور 220 متر مكعب، فاذا الفوليوم المره هاي كم بيساوي؟ 220 متر مكعب، ايوه يوزز اوزون از برايمر ديسنفكتنت، فاحنا مره ثانيه يعني قاعدين بنحكي عن ديسنفكشن، ايوه بنحكي عن سي اس تي ار، وبالتالي انا هون رايح استخدم نفس المعادله اللي بالسؤال السابق. خلينا نيجي نكمل السؤال، بقول لك بيعالج هذا الديسنفكشن تانك بيعالج 50,000 متر مكعب بير دي، فاذا هو الكيو له عباره عن 50,000 متر مكعب بير دي، ممتاز. ايوه ذا اوزون از بابلد انتو ذا ووتر از ات باسز ثرو ذا تانك تو ريتش 90% اوف جياردي ريدكشن افشنسي. لاحظ هنا ما اجى اعطاك اللوج ريدكشن، وانما اجى اعطاك انه انا عندي الريموفال افشنسي او الريدكشن افشنسي مقدارها 90%، فاذا اجى هو اعطاك ايش؟ الريموفال افشنسي والتي تساوي 90%. هسا منشوف كيف نستفيد منها هاي. If the Giardia reaction rate constant is given as، أيوة بحكي لك ال Giardia reaction rate constant اللي هو ال K star بيساوي ال K في ال C، تمام؟ ال K ال coefficient of lethality ضرب ال C، ما في عندك N، يعني ال N هون مفترضها بتساوي 1، ماشي؟ Where ال C هي عبارة عن ال ozone concentration وهذا الاشي بعرفه، and ال K مقدارها 3000 اللي هي ال coefficient of lethality، فال K عندي مقدارها 3000 بوحدة اللتر على المليجرام دوت داي. لاحظ الوحدات ترى مزبطة، يعني هنا وحدة داي وهنا متر مكعب ومتر مكعب، فيعني الوحدات ما راح يكون في بدها تحويل، تمام؟ What should be the minimum ozone concentration that should be used to achieve the required removal of Giardia؟ أعطيني أقل تركيز للأوزون، بده أقل تركيز للأوزون. طيب قبل ما أجيب أقل تركيز للأوزون لازم يكون عندي أنا N نوت على N، صح؟ ايوه طبعا هنا عندي عدد الشامبرز 1، ماشي؟ طيب انا وين عندي الان نوت على ان؟ مش عندي، صح؟ بس هو شو اعطاني؟ الريموفال افشنسي. الريموفال افشنسي ايوه ايش بتساوي؟ الريموفال افشنسي ايش بتساوي؟ اذا بتتذكر اخذناها في بارت 4 انها بتساوي السي ان ناقص السي اوت على السي ان، ايوه بس انا هنا بدل السي ان والسي اوت شو المفروض استخدم؟ لازم استخدم الان نوت والان، الان نوت هي الان الانبوت عدد البكتيريا اللي بدخل، ايوه والان هي عدد البكتيريا اللي بخرج، وبالتالي بدي اشطب هذول السي ان والسي اوت واجي احط هنا انها عباره عن الان نوت ناقص الان على الان نوت، وبالتالي من هون باجي بقدر اطلع انه الريموفال افشنسي مقدارها 0.90 بتساوي 1 ناقص الان على الان نوت، وبناء على هذا الكلام بقدر اجي احكي انه ان على ان نوت شو بتساوي؟ 0.10، صح؟ طيب وبالتالي ان نوت على ان شو بتساوي؟ 10. انا بدي الان نوت على ان عشان اجي اعوضها في القانون السابق. طيب خلص جبت الان نوت على ان، باجي بعوض والله انها بتساوي 10. خلينا نجي نكتب هون، ايوه انه عندنا ان نوت على ان بتساوي 1 زائد الكي في سي، ايوه في ايش؟ في الثيتا اللي هي الفوليوم على الكيو. خلينا نجي نعوض في القانون مباشره، ايوه انه عندنا الان نوت على ان اللي هي مقدارها 10 بتساوي 1 زائد الكي اللي هي اعطاني اياها 3000، تمام؟ ايوه طبعا الوحدات راح تشطب بعضها ضرب السي، انا بدي السي اصلا، في الثيتا اللي هي عباره عن الفوليوم على الكيو يعني 220 على 50,000. طبعا انت دائما اكتب الوحدات، ماشي؟ اكتب الوحدات عشان تتاكد انهم بشطب من بعض، ايوه ماشي. طيب فاذا السي كم راح تطلع معك الكونسنتريشن للاوزون؟ رايح يطلع 0.682 تقريبا، بيطلع 0.68 تمام ملي جرام بير ليتر. فاذا هيك احنا بنكون طلعنا الكونسنتريشن للاوزون اللي انا بحتاجه عشان عشان اجيب الريدكشن افشنسي تكون عندي 90%، تمام؟ طيب تمام. نيجي الان لكويستشن 4،
بيحكي لك هذا true false question. أيوة نيجي للسؤال الأول، بيحكي لك using dual media filter instead of single layer filter will result in greater filtration rate. يعني هل استخدام الدول ميديا فلتر، أيوة بدل السنجل ميديا فلتر، هل هذا الاشي راح يعطيني filtration rate أكبر؟ الجواب آه صح، أكيد الدول ميديا فلتر عندي، أيوة احنا حكينا سابقا أنه بعطيني filtration rate أعلى من السنجل، صح؟ فبالتالي إذا هاي true باجي بحكي له. طيب الفرع الثاني، slow sand filter needs frequent back wash due to clogging issues. يعني بيحكي لك السلو ساند فلتر، السلو ساند فلتر اللي هو اقل واحد في حجم حبيبات، ايوه السلو ساند فلتر هل بيحتاج لباك ووش يعني متكرر، ايوه نتيجه عمليه الكلوجينج، نتيجه انه بيسكر بسرعه؟ اكيد السلو ساند فلتر مش حجم حبيباته كثير قليل احنا حكينا، ايوه والهيد لوس فيه عالي، وبالتالي بناء على هذا الكلام راح يصير كلوجينج كثير، وبناء على هذا الكلام شو راح يحتاج؟ لباك ووش متكرر، وبالتالي هاي الجمله صحيحه برضه، تمام؟ فاذا الثنتين طلعن ترو. نيجي هسه لكويستشن رقم 5، بيحكي لك الكلوراين از يوزد اوف برايمري ديسانفكشن، فبرضه كويستشن 5 قاعد بحكينا عن الديسانفكشن، تمام؟ ايوه بس المره هاي استخدم ماده الكلوراين طبعا. طبعا عادي ما بتفرق، يعني استخدم الكلوراين ولا اوزون نفس آلية الحل رايحين حل. At a water treatment plant that treats بقول لك 0.3 متر مكعب per second of reservoir water. فإذا المحطة المعالجة عندي شو بتعالج؟ بتعالج كيو مقدارها 0.3 متر مكعب per second. طيب Giardia is the primary pathogen of concern. أيوة the plant achieves بقول لك البلانت هدفها انها تنجز ثلاثي لوج ريموفال اوف جياردية. يعني الان نوت على الان شو بتساوي؟ بتساوي الف المرة هاي، لانه حكى لي انها ثلاثي لوج، ماشي؟ In a blocked flow contact chamber using free chlorine concentration of 0.2 ملغرام على لتر. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه انا رايح استخدم بلاج فلو رياكتور، بلاج فلو اذا هو مش سي اس تي ار، انا بدي اجي اشتغل على البي اف ار، والبي اف ار بتحكي لي انه ان بتساوي ان نوت في اي قوى ماينس الكي في السي قوى ان في التايم، والتايم اللي هو نفسه ديتنشن تايم هون، تمام؟ حكى لك هاي الشامبر يوزنج فري كلوراين كونسنتريشن، يعني تركيز الكلوراين اللي هي سي، ايوه تركيز الكلوراين كم مقدار؟ 2.2 ملي جرام بير لتر اعطاني اياه. اف ذا كويفيشنت اوف سبيسيفيك ليثاليتي، اذا الكي كانت ايوه بتساوي 0.265 لتر على ملي جرام دوت مينت، ماشي؟ وانتبه للوحدات هون، ايوه ان ذا كويفيشنت اوف ديليوشن مقدار واحد، اذا الان عندي مقدارها واحد، ايوه what should be the volume of the contact chamber، اعطيني الفوليوم لهذا الشامبر. طيب انا عندي الكيو وعندي السي وعندي الكي وعندي الان وعندي الان نوت على الان، فبقدر اجيب الفوليوم اللي هو بده اياه. هسه التايم شو عندي؟ احنا اتفقنا التايم انه بيساوي الفوليوم على الكيو نفسه ديتنشن تايم، وبالتالي باجي بحكي له ان على ان نوت من هاي المعادله، خليني اجي ارتبها هون، باجي بحكي له ان على ان نوت تساوي الاي قوة ماينس، نيجي نعوض الكي مقدارها 0.265 ايوه بلتر على ملي جرام دوت مينت، تمام؟ ايوه ضرب السي اعطاني اياها 2.2 ملي جرام على لتر، ايوه ضرب التايم اللي هو الفوليوم اللي هو عبارة عن الفوليوم على الكيو، الفوليوم انا بدي اياها والكيو مقدارها 0.3 متر مكعب على السكند، تمام؟ اذا هاي متر مكعب على السكند، ماشي؟ بس عشان توضح. طيب لاحظ انه هاي الملغرام على اللتر مع اللتر على الملغرام بروحن، ظل عندك مين؟ المينت، ايوه ظل عندك المينت، المينت وهنا سكند، ايوه فبالتالي لازم المينت تحولها لسكند، ماشي؟ عشان احول المينت لسكند فلازم اشيل المينت، يعني هون اشيل المينت وحط بدالها 60 سكند، تمام؟ حط بدالها في المقام 60 سكند، فصارت عندك يعني هون 0.265 على 60 ضرب 2.2 في الفوليوم على 0.3 وهيك السكند مع السكند رايحات يروح، ماشي؟ والان على النوت لاحظ هاي مش النوت على ان، هاي ان على النوت، هاي الان على النوت كم بتساوي؟ 1 على 1000 مش 1000، احنا هون شو كتبنا؟ النوت على ان، تمام؟ فهون ان على النوت 1 على 1000 شو بتساوي؟ لو اخذنا اللين للطرفين لين هاي ولين هاي عشان نروح الاي بصير عندي لين الواحد على 1000 ايوه في سالب 0.265 على 60 ضرب 2.2 في الفوليوم على 0.3 وهيك راح يطلع معك الفوليوم مقداره، رايح يطلع معك الفوليوم كمقدار حوالي يعني 213.3 متر مكعب. فاذا هاي هي الفوليوم.
إن شاء الله يكون واضح، تمام؟ أيوة. فإذا هذا هو الفوليوم بكل بساطة زي ما حكينا، إنه بس هو أعطاني الأن نوت على الأن أو الأن على الأن نوت، وقال لي هنا بلج فلو رياكتور اللي بدك تشتغل عليه. أيوة، واشتغل طالب بلج فلو رياكتور، وهون المرة هاي أعطاني السي وأعطاني الكي وأعطاني الأن وأعطاني الكيو، قال لي جد الفوليوم، تمام؟ فيعني موضوع الديسنفكشن هيك يعني بنكون يعني جلدنا كل الأفكار اللي فيه. ايوه، شفنا اذا كان بلج فلو رياكتور كيف اشتغل، اذا كان سي اس تي ار كيف اشتغل، وكيف اذا اعطاني فكره الريدكشن افشنسي كيف اعملها، تمام. نيجي هسه لاخر كويستشن عندي. ايوه، الكويستشن رقم 6 بيحكي لك a rapid sand filter has a loading rate of 8 متر بير اور. احنا هون عن ايش بنحكي؟ بنحكي عن فلتر. ايوه، اذا نحكي عن فلتريشن، هذا الرابيد ساند فلتر كم اللودنج ريت له؟ مقداره 8 متر بير اور. فاذا انا عندي اليو اللودنج ريت 8 متر على اور، ممتاز. ايوه، السيرفس دايمنشن ابعاد السطح، ايوه، للفلتر، لانه الفلتر ده بتتذكر غالبا شو بكون ريكتانجولر، فقال لك الابعاد 10 في 8، تمام. ايوه، فبالتالي الاريا كم يعني 10 ضرب 8 يعني بتساوي 80 متر مربع، ماشي. وطبعا الفلتر قلنا الفلو اتجاهه بكون جرافيتي فلو، ماشي، ولذلك احنا بناخذ الاريا اللي هي السيرفس اريا، لان هي الاريا العموديه على اتجاه الفلو. طيب بيحكي لك ان افكتيف فلتريشن ريت، افكتيف فلتريشن ريت يعني الار، هاي الار افكتيف اللي هي الفلتريشن ريت الفعلي، كم بيساوي؟ 7.70 متر بير اور، ممتاز. ايوه، اند برودكشن افشنسي، اعطاني البرودكشن افشنسي، اذا هاي الان، ايوه، البرودكشن افشنسي كم بتساوي؟ 0.96. ايوه، a complete filter cycle duration، مقدار الديوريشن او فتره او السايكل، ايوه، للفلتر مقدارها 52 ساعه، يعني التي سي اللي هي السايكل تايم مقداره 52 اور. ايوه، and a filter is rinsed، والفلتر يعني بضيع مي لمده 20 دقيقه، يعني في اللي هي الرينز زي ما حكينا مره اخرى، اللي هي المي اللي يعني احنا بنسربها بعد عمليه الباك ووش، يعني هو بسرب مي لمده 20 دقيقه. طبعا اذا اعطاني هو تايم سايكل او التي سي بغنيني عن التي ار او التي بي او التي اف، لانه احنا زي ما حكينا ان التي سي شو بتساوي؟ تي ار زائد التي بي زائد التي اف. ايوه، فبالتالي انا هو اعطاني هاي، فخلص يعني مش محتاج لهذول، يعني حتى هاي لو ما اعطاها يمكن ما تهمني، تمام. خلينا نيجي نشوف شو المطلوب. المطلوب بحكي لك بالفرع الاول what flow rate does the filter handle during production، اعطيني الفلو ريت، اعطيني الكيو بوحده المتر المكعب على سكند، ايوه، اللي الفلتر يعني يعني بيشتغلها خلال عمليه الانتاج، تمام. فبده الكيو، الكيو ايش بتساوي؟ الكيو والله بتساوي اليو ضرب الاي، صح، ما هي اليو شو بتساوي؟ كيو اوفر اي، معناته الكيو بتساوي اليو ضرب الاي، تمام. وبالتالي اليو مقدارها 8 متر على اور، ايوه، ضرب الـ A هي 80 متر مربع، وبالتالي كم رايح تطلع هاي لو حسبتها؟ رايح تطلع معك 640 متر مكعب بير اور، ماشي؟ ايوه، هاي من وين جبتها؟ من قانون الـ U بتساوي Q over A، احنا حكينا صح؟ معناته الـ Q راح تساوي الـ U السرعة ضرب المساحة، ماشي، يعني 88 640 متر مكعب الاور. هيك جبت الفرع الاول. طيب الفرع الثاني، الفرع الثاني بحكي لك what volume of water is needed for backwashing plus rinsing the filter is in each cycle in each filter cycle. يعني قاعد بحكي لك اعطيني الفوليوم، ايوه، للباك ووش زائد الرنس، يعني انا بدي الفي للباك ووش زائد الفي للرنس، هذولا كم مقدارهم؟ هذولا اللي هم الفوليوم الضائع عندي، حجم المي الضائع عندي كم مقداره؟ ايوه، تعال نيجي نطلعه. هو شو اعطاني؟ اعطاني الافشنسي، صح، مش اعطاني الافشنسي او البرودكشن افشنسي، مقدارها 0.96، والتي تساوي في اف ناقص ما حاصل مجموع الفي الباك ووش زائد الفي رنس على الفي اف، صح. وبالتالي من هنا انا بقدر اجي احكي انه لو ضربنا تبادلي، طبعا ايوه، هاي على واحد، وبالتالي هيك راح يطلع عندي 0.96 في اف، وتساوي الفي اف ناقص الفي بي زائد الفي ار، طبعا هنا قوسين، ماشي. ومن هنا ايوه لو اجيت نقلت هاي مثلا على الجهه هون، فراح يطلع عندك انه الفي بي زائد الفي ار رايح تساوي 0.04 للفي اف، تمام.
انا هيك لساتني ما طلعت الفي بي زائد الفي ار، طيب من وين بدي اطلعهم؟ ما هو اعطاني برضو الافكتيف فلتريشن ريت، خليني اجي اشتغل على قانون الافكتيف فلتريشن ريت اللي هو كان الار افكتيف اللي مقدارها طبعا 7.70 متر على اور، كم بتساوي؟ كانت بتساوي الفوليوم للفلتر ناقص حاصل مجموع الفي بي زائد الفي ار، تمام؟ طبعا احنا كنا نكتبها كيف؟ الفي بي ناقص الفي ار وهنا نحط ناقص الفي اف، بس انا شو عملت؟ اخذت هاي السالب عامل مشترك، تمام؟ بس هاي للملاحظه، ماشي؟ فلذلك بتصير يعني موجب، ماشي؟ طيب على التايم سايكل في الاريا، طيب التايم سايكل هو 52 ساعه، هو اعطاني اياه انه مقدار 52 ساعه، فخلينا نشيلها ونشيل الاريا ونعوض بداله 52 اور، تمام؟ ضرب الاريا اللي هي مقدارها 80 متر مربع. طبعا الاور مع الاور بتطير، اضربهم في بعض ولا تنسى تيجي تعوض، ايوه، بدل الفي بي زائد الفي ار قلنا انها بتساوي 0.04 في للفلتر، ومن هنا بقدر اطلع في للفلتر، ومن في للفلتر بقدر اطلع ايوه الفي بي زائد الفي ار، يعني باجي بحكي والله هنا 7.70 ضرب 52 ضرب 80 وتساوي في للفلتر ناقص 0.04 في للفلتر. ايوه، وبالتالي بتطلع عندي في للفلتر من خلال هذا الكلام راح يطلع مقدارها 33,000 حجم الفلتر و367، يعني ما يقارب 33,370، تمام، بوحدة المتر مكعب، ماشي. فهي في للفلتر هيك بالضبط بتطلع. طيب لو بدي اطلع الفي بي زائد الفي ار هو طلبها، ايوه، من انا حاكي انها الفي بي زائد في ار بتساوي 0.04 في اف، تمام، وبناء على هذا راح تطلع معي 1335 متر مكعب. هيك اذا انا بكون طلعت حجم الماء الضائع، تمام، هذا اسمه حجم الماء الضائع لانه الباك ووش هو مي ضايعه زائد الرنز كمان مي ضايعه، فحجم المياه الضائعه عندي ما يقارب 1340 او 1335، يعني بالضبط 1335 متر مكعب، هذول ضايعات، تمام. ايوه، الفلتر كم بعطيني مي باليوم؟ ايوه، الفلتر حجم المي اللي بتدخل له باليوم 33,367، ولكن في منهم كم بضيع؟ في عندي نسبه بتضيع اللي هي 1335، فلو قلت لك اعطيني النسبه الضائعه، تمام؟ بتيجي بتحكي هي عباره عن 1335 من فوليوم الفلتر، تمام؟ من فوليوم الفلتر اللي هي 3367. ايوه، ضرب 100 طبعا عشان اطلع النسبه الضائعه، فالنسبه الضائعه هي عباره عن الفوليوم بي زائد الفي ار ايوه على الفي اف، تمام، ايوه، وهيك انت بتكون طلعت النسبه الضائعه. ولكن احنا طبعا ما كنا نطلع النسبه الضائعه، احنا كنا نهتم بايش؟ بالافيشنسي، يعني الافيشنسي كانت احسن تعبير، ايوه، او احسن من تعبير النسبه الضائعه، فانا هنا باجي بطلع الكفاءه. طبعا هنا الكفاءه كم اعطاني اياها؟ 96%، يعني كفاءته كويسه، اذا بتتذكر احنا قلنا لازم تكون كفاءته ايش؟ اكبر من 95%، تمام، وهنا كفاءته كويسه، فبالتالي هو 96%، يعني كفاءته كويسه. وبالنسبه للافكتيف فلتريشن ريت لاحظ انه اعطاني 7.7 قريب من الثمانية، فبالتالي كمان بحكي والله الافكتيف فلتريشن ريت قريب من الفلتريشن ريت العادي، ايوه، وبالتالي يعني هذا الفلتر اموره تمام. وهيك احنا بنكون حلينا يعني سؤال على موضوع الافكتيف فلتريشن ريت والبرودكشن افشنسي، يعني هذا السؤال مهم، تمام. وهيك احنا بنكون كملنا هذا الشابتر، اتمنى يكون الشابتر سهل وبسيط، واذا عجبك الفيديو حط لنا لايك واشترك في القناه وشير الفيديو مع اصحابك واكتب لنا تعليقات مرتبه، والله يعطيكم الف عافيه، بنشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله.